احنا في جوهره السامر، جوهره السامر جيراننا. خلاص بعد كده هنبقى انا بقى قلت معدي عليهم اتعرف بقى على واحد واحد يعني محل محل. حياك الله. بس عنده حاجات حلوه قوي. حياك الله. انا بقى بعمل لكم دعايه اهو، اول ما نيجي بقى نقعد في وسطكم عادي احنا اصحاب. حياك الله. مفيش منافسه. الله يحييك. هم ما يتنافسوش اساسا، حاجاتهم حلوه. الله يحييك. لا حياتك تحفه والله. حياك الله. ما شاء الله ده كده تقريبا 300 جرام. بس روعه. ما شاء الله. دهبكم دهب. دهبكم دهب. ما شاء الله. بس تحفة. اللون هو اللي حلو قوي. طبعا الصياغة فظيعة. الطقم ده الكف. تحفة. بشرة وردة. والحلق. روعة. كله 300 جرام. الطقم كله 300 جرام. بس حكاية. بص نكمل. عندهم روعة. ده كام؟ ده 169 170 170 جرام برضو كامل. حلوة قوي قوي. شرابة تجنن. جوهرة السامر. تحفة. وبرضو الحلق بتاعه. روعة. والأسورة والخاتم بس هو بصراحة كليه بالحلق. احلى حاجه تحفه. شوف بقى الفظيع ده كم جرام؟ 239 جرام ونص بس بالكامل. 239 جرام ونص يعني ده 100 وشويه. حكايه بقى الشرابات بقى. دي الشرابات بقى احنا هنجيب لكم ظهر حيه جرام ونص 90 مللي. هجيب لكم ظهر حيه 90 مللي. ما احنا لازم نسد مع الكلام ده. يعني هنتعامل معاكم ما تقلقوش ان شاء الله. ما حد عاوز مني شرابات ابقى ابعته لك. انا هجيب ظهر حيه زي كده بس ايه بقى جرام و 90 مللي 80 مللي حاجات كده يعني. وانتوا بقى عاوزين الشرابه اقول لكم جوهره السمر على طول. تحفه ما شاء الله والله. ربنا يبارك لكم وكله جميل. ياشي الله يخليك. نورت المحل. الله يخليك. تسلم يا رب. حيابك حيابك يا امير الدهر. تسلم امين. انت فين؟ انت فين؟ في شرابات هنا هتعملوا ايه؟ شرابات 300 جرام. هنعمل حاجه.